يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كمبلغ لعائلة مسكينة؟ وفي حالة جواز ذلك هل لا بد من إبلاغ العائلة أن هذا المبلغ هو كفارة يمين؟ نقود ما تجزيه. الله جل وعلا نص على الإطعام أو الكسوة أو العتق، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه التي تخرج بالكفارة. وأما النقود فلا تكفي. نعم.